المركز صار له معمر 35 سنة وصار له منتجزات اللي بقلبه تقريبا شي 35 سنة ما تغير، ودائما الطب بيتطور وفي ماشينز جداد بتنزل على سوق العمل ونحن ما عندنا اياها وكثير بحاجة هلا لإلهم. في قصة كمان النقرة برا، يعني طريقة تقسيم المركز عندنا شوي منا مزبوطة، كله داخل ببعضه بالنسبة لغرف العلاج للمدخل للسكرتاريا، كله تقريبا داخل ببعضه ما في فصل بيناته. بالنسبة للتغيير اللي صار بالمركز تغيير جذري عن اللي كنا فيه واللي هلا عم بيصير. هلا صار في عنا مساحة نقدر نشتغل قد ما فينا، وفي صار معدات نقدر نستعملهم، كل اللي منعوزه بالعلاج الفيزيائي صار موجود بين ايدينا وصرنا قادرين ننتج يعني انتاج 10 اضعاف اللي كان موجود بالمركز قبل.